رفعت العيادات الطبية للبعثة المصرية بالمدينة المنورة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين بعد أداء المناسك ووصولهم للمدينة، وذلك لزيارة المسجد النبوي الشريف. وقد استقبلت عيادات البعثة 23175 حاجا لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لهم، كما يوجد بالمستشفيات السعودية حوالي 56 حالة مرضية بينهم 18 بالعناية المركزة. بعد أداء ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين أداء المناسك، تم تفويجهم إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسط أجواء روحانية عالية انتابت الحجاج المصريين كافة. عيادات البعثة الطبية المصرية بالمدينة المنورة رفعت درجة الاستعداد القصوى والتي تصل إلى 6 عيادات لتوفير الخدمات العلاجية والدوائية لهم على مدار الساعة. في 6 عيادات في المدينة المنورة تابعين لشعبة المدينة المنورة في البعثة الطبية المصرية. من بعد طبعا عودة الحجاج من المناسك حصل يعني زيادة كبيرة في الأعداد. الحجاج بيترددوا على العيادات عندنا، يعني أغلب تقريبا الحاجات اللي بيشتكوا منها بتكون يعني إجهاد عضلي غالبا، وبعض يعني نزلات البرد وأدوار البرد البسيطة بيتم التعامل معها في العيادات من خلال زملاء الأطباء في العيادات اللي بتشتغل 24 ساعة يوميا على مدار اليوم، عيادتين على التوازي في كل فندق. في بعض الحالات البسيطة أو الأعداد القليلة جدا اللي تم إحالتها للمستشفيات بالتنسيق طبعا مع وزارة الصحة السعودية، الموجود بيننا تنسيق دائم وغرفة عمليات يعني على مدار الساعة. هو إجمالي حالات الطوارئ حتى الآن حوالي 94 حالة، 95 حالة النهاردة، وفي 30 حالة احتاجوا الحجز. الحمد لله كله يعني معظمهم خرجوا، فاضل حالتين بس اللي ما زالوا منومين. كما تم عمل ندوات توعوية وتثقيفية من قبل فرق الطب الوقائي للحجاج المصريين بأماكن إقامتهم في كيفية الوقاية من الأمراض المعدية والوقاية من نزلات البرد لتوفير بيئة صحية آمنة بمقر إقامتهم. الندوات بتاعتنا كانت بتتركز أكتر على التوعية والهيلث كير أويرنس أو رفع الوعي الصحي لدى الحجاج تجاه حاجات كتير قوي زي الهايجين، غسيل الأيدي باستمرار، مكافحة العدوى باستمرار، التقاء ضربات الشمس خاصة درجة الحرارة هنا عالية جدا، شرب المية بشكل مكثف، التوعية كمان لأماكن تواجد العيادات الطبية المصرية في المدينة، والتقاء ضربات الشمس والإجهاد الحراري، بجانب دورنا الأساسي كمان في متابعة الحالات الفردية لو في أي حالات محتاجة مننا أي دعم. ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين أثنوا على الخدمة العلاجية التي تقدم لهم من قبل البعثة الطبية المصرية بالمدينة المنورة على مدار الساعة. عاملة يعني ما فيش بعد كده من الدكاترة البعثة الطبية معنا على طول اليوم هنا أو هنا أو في مكة. الضغط بس كان بيلخبط شوية، مرة عالي مرة منخفض، ولكن الحمد لله لما جينا هنا بنجي للدكاترة والبعثة الطبية كلها على أعلى مستوى ما شاء الله. عينيا بس كنت قايم فيها زيت دخل فيها تراب فكانت بتحرقني يعني، فنزلت وصرفوا لي العلاج وكله تمام الحمد لله. كنت معاني بألم في الركبة شديد، بيدوني بقى علاجات ومرهم وحاجات ضد الالتهابات وكده، والناس كويسة والله بصراحة. أجواء روحانية عالية تنتاب ضيوف الرحمن كافة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوافق مع خدمات علاجية ووقائية على مدار الساعة لتحقيق الطمأنينة والأمان لتلك الأجواء. محمد حلمي، التلفزيون المصري.